الفريق. احنا تو كيما قلت مازلنا على مستوى تكوين اللجان، اختيار معناتها الناس المناسبين اللي عندهم الرغبه قبل كل شيء، الساعه عندهم الرغبه وعندهم الدرايه باش يخدموا في اللجنه هذه، لانه عمل كبير ياسر ينتظرها اللجنه، خاصه على مستوى التوثيق والاطلاع على التجارب الاجنبيه في المجال هذايا، والتصور وضع تصور لما يناسب بيئتنا ووضعنا ومهنتنا في تونس، لأنك تعرف أنه لحد الآن فما تداخل كبير في المهام. العلاقة بين معناها المكلف بالاتصال والإعلام داخل المؤسسة جانب، وعلاقة مكلف بالإعلام والاتصال مع وسائل الإعلام جانب آخر، جانب يشهد ديما معناها تقلبات كبيرة، مرة توتر مرة انفراج، أنت وعلاقتك أنت ومصلحة، لأنه بعض أحيان المصالح مش واحدة، مصلحة الإعلامي ومصلحة المكلف بالاتصال مش نفسها، لأن إذا نرجع الأساس المكلف بالإعلام والاتصال في المؤسسة من مهامه الأساسية أنه يبلغ وجهة نظر المؤسسة متاعه، وأنه يحافظ على صورة المؤسسة في المجتمع وصورة المؤسسة لدى الجمهور بصفة عامة، نقوله باش ما نحصروش. الإعلامي فما الإعلامي يلوج على المعلومة، يبحث عن المعلومة، فما معلومة يبحث عليها معلومة عادية اللي ما تثير حد شيء، ولكن اللي يهم الإعلامي أكثر لاحظوه في الفترة هذه هي المعلومة المثيرة شوية، اللي فيها شوية إثارة، لا انتخابية ولا اقتصادية ولا حتى رياضية، المهم معلومة فيها إثارة. دونك المكلف بالإعلام يلزم يكون عنده أخلاقيات، يلزم يعرف المجال متاعه لوين يوصل، فين ينجم يوصل مع المؤسسة متاعه وفي مع معناتها الطرف المقابل اللي هو وسائل الاعلام، ثم المهنه نتاعو زاد كيفيه التعامل مع وسائل الاعلام، كيفاش تتعامل انت؟ ما نحبوش اك التعامل بالوجوه كيما نقولوا احنا، التعامل ذاك صاحبي نعطيه حويجه، ذاك ما مش صاحبي، هذاك مره نقدني كتب عليا حاجه خلتني في مشكله مع معناها مدير المؤسسه، دونك حب من لا، يلزم فما نوع من العدالة، نوع من أن المعلومة تتوفر للناس كل كيف كيف على نفس على قدم المساواة بين وسائل الإعلام الكل، مع ما يلزمش لأنه تو داخلين في فترة حياد الإدارة، في فترة التعامل مع الناس كل على نفس المستوى ونفس المسافة. باش نحضروا جلسة عامة انتخابية لازمها عمل كبير، يعني لأنه ماناش باش ندخلوا الجلسة عامة انتخابية إيدينا فارغة، لازم يكون عندنا لوائح، لازم يكون عندنا تقارير، لازم يكون، لأن باش ندخلوا في جلسة انتخابية أول شيء يلزمنا الساعة مازالت متواصلة حملة الاشتراكات والانخراطات، وهذه مناسبة باش ندعو جميع الزملاء أنهم ينخرطوا، لأن ما نجموش نعملوا جلسة انتخابية من غير منخرطين. دونك هذه المرحلة الأولى، يلزمنا نطمنوا على مرحلة الانخراطات، ثم ندعو جميع الزملاء أنهم يتصلوا بينا ويعبروا على رغبتهم في العمل ضمن اللجان اللي باش تخدم على ميثاق الشرف، اللجان اللي باش تخدم على الإطار القانوني للمكلف بالإعلام والاتصال المؤسساتي، عندنا لجان أخرى اللي باش تخدم على مواضيع أخرى حدهما. دونك هذه كل عوامل ما تخليني ما نجمش نعطيك تاريخ محدد، لكن احنا نقولوا ان شاء الله في نهاية العام، من نهاية العام من يوم ما اصبحنا معناه في مارس الجاي نكونوا على الاقل قطعنا شوط كبير في التحضير للجلسة العامة الانتخابية. احنا لانه احنا كان عندنا وقلناه اعضاء الهيئة ونعاودوا، حتى كان الزملاء ربما رجعوا في كلامهم، انا ما رجعتش في كلامي، ما رجعوش هم، اما يلومونيش يكون شي فيهم شكون رجع في كلامه، اما احنا كنا خذيناه عهد لارواحنا ان مهمتنا تنتهي بتأسيس الجمعية، بعدها يجي دم جديد، يجي الشباب، يجي اللي عندهم نظرة اخرى العمل للجمعية، وان شاء الله ياخذوها يلقوها على الاقل حية موجودة يكملوا هما يحضنوها، وان شاء الله تتطور وتولي معناها بظلها تعم على الزملاء كل العاملين في المهنه.